الدنيا قاعة بلاء وقاعة امتحان وقاعة سباق ومكان الابتلاء. واحد عند المعصوم رفع ايده قال اللهم اني اعوذ بك من الفتنة، قال هذا دعاء لا يستجاب. الله ما يستجيب لك هذا الدعاء، ليش؟ ابن آدم مبتلى. اذا صرت غني الغنى ابتلاء وامتحان، اذا صرت فقير الفقر ابتلاء وامتحان، اذا صرت حاكم هذا ابتلاء وامتحان، اذا صرت محكوم بلاء وامتحان، اذا كنت صاحي هذا امتحان وابتلاء، اذا صرت مريض امتحان. الله ده يمتحن 24 ساعة، رب العالمين يمتحن. يقول 70 سنة الله يبتليني، اي نعم، لان الجنة بلا نهاية، النار بلا نهاية. 70 سنة في مقابل الجنة والنار هيج. فقط يوم القيامة تدري كم يوم، كم سنة من سنواتنا؟ احنا نسمع يوم القيامة، يوم مو يعني 24 ساعة و 12 ساعة، مثل ما نقول هاليوم يعني هالايام هالعصر. يوم القيامة اذا نجمع ما بين ايتين في كتاب الله عز وجل وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون، واية اخرى يقول ربنا فيها تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، بدون ما يقول كما تعدون، اضرب 50,000 سنة في 360 في 1,018,200,000,000 سنة، بس يوم القيامة. إذا رب العالمين إذا كان يمتحنك هنا 70 عاما لكي تكون في خير يوم القيامة، تكون في ظل الله حيث لا ظل إلا ظله، ثم تدخل الجنة بلا نهاية، هذا شيء طبيعي. قاعة الامتحان مو قاعة لعب، قاعة الامتحان مو قاعة نوم. أخر يا أبادر أخر نومك إلى القبر وفخرك إلى الميزان. تفتخر بشنو؟